برايم عم بتقدم سارة أداء ملفت رغم بعض الغلطات البسيطة، وآخر مرة فقدت سارة تركيزة لثانية بسبب سحر نصيف ونصرات. بالغنى عملت أشياء ما كنت عملتها، ما بعرف مثل شو. بالمغنى أصلاً. بالمغنى غنيت أشياء ما كنت متدربة عليها، ما بعرف شلون طلعت معي. بعلماني سيطرت على النفس كتير منيح، كنت كتير مرتاحة. الرقصة خربطت بالدبكة شوي، بس فرطت من الضحك، ما قدرت استمع حالي يعني، وخدت على هبلة ومشيتها بقى السيرة. لا بس كان رائع التابلو، كنت مجنن. وراحت بقى على هبلة التابلو و جي على نصيب. جينا على حلوة، هون بلنتي، هون بلنتي حلوة. جينا على سارة حلوة. سارة بدك تتعودي تطلعي بالناس بعيون. انا اكثر حدا بيطلع بعيون، حتى خصوصي، بس حتى انه هن كانوا يستغربوا مني هاي الموقف، بس كانوا يشوفوني كانوا كثير يخافوا مني من هذا الشيء، ان انا كنت اطلع بالشخص بعيونه وكنت اطلع بكل حدا، لحتى انا اول ما اشوف اشخاص هيك، بس هو بالذات ما قدرت. القمر على باب الدار طلوا علينا الحبايب. اشياء بعيونه ما قدرت ابلاي. بعت لك شغله ايجابيه دائما، بس تطلع شخص بشخص بيصير اشياء بالعيون، فانا كانت عم توصلني اشياء ما قدرت انه انا ضلني عم بتطلع. طلعت مره او تنتين، بعدين وقت اللي بلشت نسيت الجمله، نسيت انه هون لازم فوت بالجمله لحتى بس اقول بالاخير، يعني ما قلتها غلط. هون انا قلت خلص ما بقى اطلع. اطلع هون اطلع لهونيك، لاقي عمي وامي قاعدين اطلع فيني. خصوصي لما قرب علي هو، فعمي صار هون مثل درجه عن ال تطلع 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 تطلع. وخلني يا بنت، كيف طلع صوتي، كيف غنيت، ما بتذكر شيء من الغنية ابدا، بس بتخيل انه ما طلع ظريف يعني مثل اللي قبله. بس الغنية انه اجمالا البرايم كله، الثلاث اغاني اللي عملتهم بالبرايم كنت مبسوطة كثير فيهم، كل وقت عم بتضحك، حتى باكستيج كنت كثير عم بتضحك ومبسوطة، كنت عم بعمل شيء مرتاحة فيه، ما عدت خفت مثل الاول. ضيعت بلحظات شيء على الضحك وشيء مع نصيف، بس على اللي قرا كانت احسن وحده يعني، غني كنت مركزه فيها كثير منيح لانه كنت خايفه منها يعني. مناجير مناجير. لا مناجير بالمره، لا مناجير، لا مش وش ما مانيكور مانيكور مانيكور. مانيكور انا بقول لها مناجير. مانيكور ان طبقت على الحيط يعني. لو قلت طلاق اظافر ارحم من اللي انت قلته ده. حاجه مناجير. ساره شو بقول عن مناجير؟ اكيد لا. يعني انت عندكم غير عندهم؟ يعني ساره من ساعه لانه دخل بيقول كل حاجه، بس تقول اكيد ما بنقولش كده. اللي كان بيقول بلوروسان ما بنقولش كده. انا كروسان كروسان اكيد ما بنقولش كده. لا ساره زودتيها بال اكيد مو قروصان يعني، اكيد مو بالقوه. كيفك معلم؟ شلونك حبيبي؟ اعطيني قروصان اذا كتب قروصان. يي باب توما حبيبتي، هذا اللي يبيع قروصان مرها معلم، اعطيني قروصان عجبني اذا كتب. والله عسل، والله العظيم كثير غلطان. كيف كان يبتسم لك وقت قلت له هيك؟ مو بالعلم، بس انا كل العالم كيف كان؟ بس انا هلا اذا كان يبتسم قروساني بجيبني. هلا شوف حبيبي اذا بتفيد قروساني زعتر عادي قروساني. تاكد انه بس يخفل ظهره وكان عم يسب عليك، اذا عم يضطهد طلع قروسان اوكي. بس حل عني هيك واحدة من التنتين. يعني زيت له قروسان كواسون. هلا انت بحياتك كنتي عند واحد فيلو عندك كواسون، يقول لك اي روحي ليه من هون عم بروح، ما في عندك كواسون. انا وين ما رحت يا عمي باي بلد بالعالم قول كواسون وكلهم بيقولوا كواسون. انا بقول انا كواسون. عندنا كواسون بقول كواسون. ايوه يا عم بقولها فرن الكعكي. طيب اذا بدك كروسان، اسمع اسمع كروسان، اذا بدك كروسانه واحده شو بدك تقولي له؟ يا ابني بقول لك واحده كواسون، واحده كواسون واحده كواسون جنبه.
اوكي واحده او كرواسونه. لا كرواسون انت بتعطيني كرواسون، انت بتقولي اعطيني كرواسون، عايزه كرواسونتين كرواسون واحده انا عايز كرواسون، انا عايز واحده كرواسون راجل وواحده كرواسون يا سيدي. انا متعود اللي كرواسون تمريني غير شكل. انا عن جد لا صدقوني مو هيك. طب وجمعها ايه؟ اقليات يعني بس جمعها ايه؟ طيب كرواسونات يعني انتوا من لل لا 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 بس اسمع كرواسون العالم بيحكوا هيك والاغلبيه بيحكوا حبيبتي الباب توما انت عم تتصنعي تصنع انا عم بحكي طبيعي الباب توما يا حبيبتي تصنع كله بتصنع باب توما اقسم بالله باب توما يقول معلم اعطينا كرواساني مو بس انا الكل العالم يا عمي كرواساني برافو عم تحكي على اهل بلدك كرواساني لك شوفي ما عم نتصنع لا هيك الطبيعي بريك ومنكون بعده مع المسابقه الاسبوعيه